فاز فريق الأهلي المصري لكرة القدم بلقب أبطال كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على منافسه سيوي سبورت الإيفواري بهدف مقابل لا شيء، بينما توجه العديد من مشجعي الفريق إلى استاد القاهرة الدولي للاحتفال بفوز فريقهم في المباراة التي حظيت بوجود جماهيري في مدرجات الاستاد لأول مرة منذ فترة طويلة، ولم يحسمها الأهلي سوى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. نحن موجودون الآن أمام البوابة الرئيسية في استاد القاهرة بعد دقائق من انتهاء المباراة التاريخية ما بين سيوي سبورت والنادي الأهلي في كأس الكونفدرالية التي فاز فيها النادي الأهلي بهدف لا شيء. الآن بتشهد هذا المكان يشهد خروج الجماهير والاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة بالنسبة للمصريين. هذه المباراة يحضرها جمهور كبير أعتقد ولأول مرة، وهو تحدي كبير بالنسبة للسلطات الأمنية، وأعتقد أن المباراة خرجت بشكل جيد حتى الآن. والآن نحاول إجراء بعض اللقاءات مع بعض الجماهير. رأيك في هذه المباراة؟ الحمد لله على المباراة، وعايزين احنا الماتش ده اثبت للعالم ان مصر بلد الامن والامان طبعا، والجمهور النادي الاهلي الجمهور العظيم ده كله اثبت للعالم كله ان هو جمهور امن وبيشجع ناديه وحبه. انت شايف انه حضور الجمهور شيء مهم؟ طبعا يعني في هذه الاجواء الاحتفاليه استطيع ان اقول كلمه واحده فقط، محمد حميدة بي بي سي القاهرة. محمد حميدة ذهب وصل جماهير الأهلي في القاهرة.